على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقع كل من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين مذكرتي تفاهم مع مؤسسة حوار الأديان العالمية في واشنطن. سيتم بموجب مذكرتي التفاهم تعزيز الشراكة بما يخدم الأهداف المشتركة في نشر الخير عبر الدبلوماسية الدينية وتعزيز ممارسات العدالة والمساواة. وقع مذكرة التفاهم عن مركز الملك حمد للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وعن هذه هي البحرين السيدة بيتسي ماثيسون، وعن مؤسسة حوار الأديان العالمية في واشنطن الإمام محمد ماجد مدير مركز أدمز الإسلامي ومؤسسة حوار الأديان العالمية. قد صرح الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة أن مذكرة التفاهم تأتي انسجاما مع ما جاء في مبادئ إعلان مملكة البحرين الذي صاغه جلالة الملك المفدى من وحي فلسفته ورؤى الإنسانية القيمة العظيمة من أجل بناء عالم متسامح يتعايش فيه الجميع دون كراهية أو ظلم أو تمييز، مضيفا أن مملكة البحرين على امتداد تاريخها العريق تفتخر بأنها تحتضن مختلف الديانات والثقافات كأسرة واحدة. من جانبه قال الإمام محمد ماجد إن إبرام هذه المذكرة من شأنها أن تضاعف الجهود المبذولة في سبيل تعميم مبادئ التعايش السلمي والتسامح الإنساني. وبدورها قالت السيدة ماثيسون إن مذكرة التفاهم تحمل الكثير من التطلعات الإيجابية لبث روح السلام والتسامح بما يعود بالنفع على عموم البشر في نشر المحبة والوئام بين الجميع. اليوم توقيع اتفاقية مع مركز آدم الإسلامي في واشنطن دي سي العاصمة لتوقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبين مركز آدم الإسلامي. هذه الاتفاقية من أهدافها في الحقيقة أن يكون هناك تعاون فعلي بين المركزين، ومن أهداف مركز الملك حمد العالمي أن يكون هناك اتفاقيات وتعاون مع كل المراكز الشبيهة في العالم، والمراكز التي لها في الحقيقة أبعاد استراتيجية وأبعاد عالمية، لكي يكون هناك تأثير لأن نحن في الحقيقة لعكس رؤية جلالة الملك في التعايش السلمي من خلال هذه الاتفاقيات ومن خلال هذا التعاون. نحن سعداء اليوم بالتوقيع على هذه المذكرة والتي نقصد منها تفعيل إعلان البحرين وتدريب الأئمة وقيادات الشباب في المجتمع المسلم في أمريكا وفي خارج أمريكا. ونحن نؤمن إيمان قاطع أن التعاون حول إرساء قواعد التعايش السلمي في العالم يأتي بثمار إن شاء الله مرضية للجميع. ولذلك مركز حمد للتعايش السلمي كوكزيستن هو مركز قام على فكرة أن البشرية أسرة واحدة، وهذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ونحن نقوم على فكرة التعارف وتفرد فكرة التعاون بين الناس، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فهذه هي الفكرة التي قام عليها المركز، وهذه الفكرة التي تقوم عليها مؤسستنا، مؤسسة السلام والتعايش الديني في أمريكا.